في حين تحول البرلمان إلى ساحة للعنف بجميع أشكاله المادي والنفسي، ولم يضف للمواطن التونسي سوى الإحساس بانسداد الأفق واليأس، الأمر الذي دفع بسيادة رئيس الجمهورية في 25 جويلية 2021 إلى الالتجاء إلى الدستور وتفعيل الفصل 80 وتجميد البرلمان ثم حله، ووضع رزنامة سياسية لتنظيم استفتاء مباشر على دستور جديد للبلاد تم في 25 جويلية 2022 في انتظار الانتخابات التشريعية المقبلة في 17 ديسمبر 2022.